بتحب تشرب شيء استاذ؟ معلي بس يجي مسيو رجا بنشرب عنده بالمكتب. اوكي. مع اني مش طايق اشوفه بس مضطر اجي بركله بالمصنع اللي سرقه مني. اذا ما خليتك ترجع تبيعني بنص سعره ما بيكون اسمي فؤاد. مسكين مش عارف مين الان. وهي الغبية اللي عم تطلع فيه هيك؟ مش معقول شو بلا ذوق بتنقية السكرتيرات. على اي اساس اختارها؟ ما بعرف. اكيد ما بتحب تشرب شيء استاذ. قهوه، نسكافيه، شاي، زورات، بيبونج، ينسون. دموزيل سبا قلت ليك انه بس يجي مسيو رجا نشرب عنده بالمكتب. اوكي، على راحتك. يلا رجع اساليني مره ثالثه. شو غبيه؟ انا اللي ما فكر اشتريها لهالسكرتيره. مش للبيع. عفوا. واتس اب. يا ترى شو تسعرتها؟ مش الاحسن اذا طبقتها؟ فشرت. فشرت طويلي على رقبتك. كيف؟ واتس اب. مش طبيعية هالبنت. المهم هلا لازم استغل الوقت وافتح معها حديث وحاول شدها. دموزيل، ما بعرف حابب اقول لك بس ريحة برفانك كثير موفقة. بس هيدي مش ريحة البرفان، هيدي ريحة دوا صراصير راشينه بالمكتب. دوا صراصير؟ ان شاء الله بتشربي العمى بقلبك شو جفصة. بونجور استاذ سويد. اهلا مسيو رجا. انا اسف على التاخير بس اكيد ما قامت الواجب. كفت ووفت. ما قصرت. تفضل. الله، تسريحة الشعر دي تفتح النفس. تفضلي. مرسي حبيبي، ما بدي. يا عم قلت لك ما بدي. مرسي. ومين قال لك انه هيدا الورد للبيع؟ مرسي. الورد للورد، يا صباح الورد المتنقي على الطرقات. شو فلست وصرت تبيع ورد على الطريق؟ لك لا، ناطر على الطريق، ناطر الضوء الاخضر. عن اذنك مش هسيري. ولو يا جوجو، ولو لو اني حشره عندك بالمختبر ما كنت بتعامليني هيك، او فيروس كنت بتغنجيني شوي. مسيو رجا، انا عندي روح رياضيه، لياقه بدنيه عاليه، لهالسبب جاي بركلك بالمصنع. مرسي جدا، كلك ذوق. حضرتك بتعرف اني كنت عم فاوض مسيو روحانا على نفس المصنع. فعلا سمعت حاجه زي كده، بس اعتقد انك رفضت شروط روحانا انك تحافظ على هويه المصنع، صح؟ شيء طبيعي اني ارفض. تصور انا بعتك سياره وقلت لك ممنوع عليك تطلع فيها برات بيروت. في شيء مش منطقي. لا بس ده مش نفس الوضع. لا ابدا. قانون الشراء والبيع هو نفسه، شو ما كانت السلعه. حضرتك رجل اعمال وبتعرف هالشيء منيح. على كل الاحوال ده نصيب. بعالم البزنس هذا المنطق مرفوض. البزنس عبارة عن أرقام، حسابات وفرص ونقطع السطر. بان ميرسي بوكو بور سيت انفورماسيون. هي مالها حلوة قوي كده النهاردة؟ ولا أنا اللي ابتديت أشوفها حلوة؟ لازم تصير بفريقي باقي تمن، ساعتها بيصير اللعب احلى.
بتعرف شوفوف؟ مايا عن جد ظلمتنا كتير. طلع فيي منيح. اوكي. ركز منيح. ركزت. هيدا الوجه، هيدا الوجه بيعرف يخون؟ لا. هالعيون بيعرف يكذبوا؟ ولا مرة. هيدا التاتو عشو بدل؟ بدل على كتير قصص. انه اوكي مثل شو؟ مثل تاتو وردة. حقلة. حقلة؟ بدل على السلامة الداخلي. داخلي كان على راس لساني. بتعرف شو فوف؟ أنا كتير متصالحة مع حالي وقلبي وعقلي كتير في بيناتهم سلامة. بعرف شفت هالشي من عيونك. بتعرف شو؟ صايرة عم بتشوف فيي كتير أشياء مزبوطة. شو كمان؟ شايف إنه عندك حساسية كتير قوية. حساسية؟ إحساس. إحساس. إيه أكيد. بتعرف شو؟ كنت عم فكر إنه شو رأيك نروح أنا وياك هيك نشرب شي فنجان قهوة شي محل؟ أوكي. 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 يعني الاندماج عم بيكون هو الحل لمشاكل الاقتصاد العالمي. إذا بتشوف هلا مثلا الشركات الكبيرة عم بتحاول تندمج مع بعضها. وبدل ما تكون شركات منافسة لبعضها عم بتصير شركات عم بتكمل بعضها. اسمحني أعرضك، كل ما اندمجت الشركات الكبيرة كل ما زاد التوحش عند رأس المال. الاقتصاد ما يتبنيش إلا على المنافسة الشريفة. أنا شايف إن المستهلك هو الضحية الوحيدة للاندماج. يعني هي وجهة نظر وأنا بحترمها، بس هالشي ما بيمنع إنه نحط إيدينا بإيدين بعض ونفكر للمستقبل. أكيد حيساعدني جدا الموضوع ده. طيب بتأمل تشريفك على الشركة اللي عنا إن شاء الله. يا ريت. طيب أنا بستأذن، بترجيك ما ترفقني على الباب. هيدا رقم تليفوني، أي شيء بتحتاجينه ما توفريني. ميرسي كثير أستاذ. أكيد. ما قلتي لي شو اسمك؟ سجيع. مايا. مهضومة. مضطر سيرك معنك مش ستايلي. مايا، شو هالاسم الحلو؟ اسم كله حلم وخيال. ميرسي. لكن ناطر منك تليفون؟ أكيد طبعاً. يتضرب ما أسألك. ليك فوف، احكي لي شوي عن حالك. أنا؟ ايه بيبي. اوكي، شو بدك تعرفي؟ انه شو بتحب؟ شو بتكره؟ اوكي، بحب التركي، بكره البندوره والسلاد. هلا انا عم بحكي عن الاكل حتى بسط لك اياها اكثر. يعني في هيك شي صبيه بحياتك مغروم بحدا، حدا مغروم فيك؟ لا. بالجامعه، دهرات، اصحاب؟ غريب، مع انك شاب كتير حلو ومهضوم. أنا حلو ومهضوم؟ عن جد؟ أنا ما بجامل حدا. هلا عن جد، احكي لي، ليه ما عندك حدا؟ بصراحة مش عم تزبط. كيف يعني؟ أوكي، بس شوف بنت حلوة بتعجبني، جرب روح احكيها، بتلبك. بيبطل يطلع كلام بيتمه، بس حالي كتير ثقيل، معاق نفساني. معاق نفساني؟ جديدة هاي. على كل حال ما تعتلع، بكره مع الوقت شوي شوي ثقتك بحالك بتزيد، لأنك شاب جكر مش عارف قيمة حالك. أنا جبل؟
شو كيف كان الاجتماع؟ تمام. ليه سألتي السؤال ده؟ ما بعرف هيك ما ارتحت له. ليه؟ هو ضايقك؟ لا 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 بس هيك مجرد حدس انتويسيون. في حاجة مخبياها عليا. لازم أعرف هي إيه. البنت دي محيرانة. مش مصدقني؟ لا طبعاً مصدقك. أكيد مصدقك. أكيد. هو أنت مرتبطة؟ لا 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 كنت مرتبطة بس هلا لا. إيه اللي خلاني أسأل السؤال ده؟ دلوقتي هتفكر في حاجات تانية. أنا حاسس إني بقيت مهتم بيها زيادة عن اللزوم. عادي. هو إيه اللي عادي؟ إنه يعني عادي وواحد يكون مرتبط ويترك. وانفصلتي ليه؟ اكتشفت إنه واحد خاين وغشاش. هي نفس الأسباب اللي خلتني انفصل عن ستيفن. كتير بشع الخيانة. فكرة أول مرة بسمعك عم تحكي عن ستيفن. ركا اهدى شوية، إيه اللي بيحصل معاك ده؟ ليه بتتكلم معاها عن خصوصياتك؟ أهو بندردش. أكيد. كنت تحبها؟ يعني ولا بصراحة مش عارف يعني مش عارف لو كان حب أو مجرد وهم. في إيه يا ركا؟ ليه ارتبكت كده؟ سؤال عادي كنت تقدر تجاوب عليه ببساطة. يعني بصراحة أكترية قصص الحب عم بتكون وهم. الحب الحقيقي هتديني نظريات عن الحب. بس منطقي جدا الكلام ده. خلاص كفاية. غير الموضوع. قد ما غيرت الموضوع وصلت الفكرة مش الحال. على فكرة في عرض أزياء لو حبيتي تيجي أنت وعيلتك يا ريت. أنت رايح؟ أكيد ده عرض لوكالة فارس. أوكي ميرسي على الدعوة. في شيء؟ لا لا مفيش حاجة. بعتي بطاقات الدعوة؟ بعتن كلهم والترتيبات كلها جاهزة. جود. اوعى تكون نسيت تعزم رجا. بعت له بطاقات. ما رحت عزمته شخصيا؟ خجلان منه. يعني بسبب المصاري اللي اخذناها منه ما لي عين اطلع فيه. ومن اي متى كنت تخجل من هالقصص؟ شو قصدي؟ قصدي انه من اي متى كنت تخجل من هالقصص؟ ما طول عمرك بتطلب من العالم وبتتدين مصاري. بس رجا ابن خالتي ما بيسوى ياخذ عني هيك فكرة. سوري هيدي اذا ما اخذ عنك الفكره غلط من اول ما جبته من المطار. شو قصتك اليوم نغم؟ ليه حاطه حطاطي؟ لانك دائما بتحسسني اني غلطت لما طلبت مصاري من رجا. لا انا الغلطان، انا الغلطان اني اشتغلت بهالمصلحه هاي. ليش كان بدك تشتغل؟ قبطان سفينه او صياد سمك قرش باعالي البحار او رائد فضاء بوكاله الناسا. اوكي بس هيدي الشغلات بدها ناسا. انت انبهبت عليك شوي. لانك شجر مش عارف قيمه حالك. لانك شجر ليه بلشت تحسه قريب مني؟ حتى هو كان عم يحكيني بأشياء خاصة كتير، عم يفتح لي قلبه ويحكي. كان مرتاح بس مردد شوي، بين إنه مهتم فيي. وإلا لشو لا يسألني إذا كنت مرتبطة أم لا؟ لو مش مهتم ما بيسأل. يا ترى شو مخبي لي ورا هالباب؟ مايا من عيوني. كان بيقدر يطلب القهوة على التليفون.
شو اللي خليه يفتح الباب؟ عن جد شي بيتوش. هاي كارليتا. فيي افهم ليش رحت لعند رجا لحالك؟ ما كنت لحالي. ما بهمني، بهمني انا اكون معك. ما كان في داعي. ما اتفقنا اتقرب منه؟ ايه تقربي منه برات المكتب. شو حكيتوا؟ ويلي شو حكينا؟ حكينا الحكي اللي ما بينحكى. ما تجلطني فؤاد، ما تجلطني ببرادتك. كارلا انت بتعرفيني اني ما بحب كثرة الأسئلة. وانا ما بحب قلة الأجوبة، بدي بالتفصيل الممل وبسرعة. يا كارلا يا حبيبتي، انه شو بدنا نحكي؟ رحت بركت له بالمصنع وبلتلتنا شوية حكي. دخلك في عنده سكرتير، انت بتعرفيها؟ ليش عنده سكرتير؟ لحق يجيب؟ ما بعرف بس اسمها مايا. حلوة؟ هلا بيمشي حالها. بس انا اللي استغربته انه شخص مثل رجا انه ليه ما نقى حبة انظف؟ شو لابسة؟ تياب. قصدي قصير طويل مكشوف مستر. غريب كيف انتبهت. المهم بدنا فكرنا بشي طريقة نسحبها على ملعبنا. هيدا اختصاصك حبيبي، اللعب بعقول النسوان اختصاصك يا زير. رجعنا للمحاضرات. خلاص انا بحكي مع غسان وبيجمع لي شوية معلومات عنها. مينيرفا طلبي لي غسان بسرعة. مينيرفا عرض ازياء؟ ايه يعني بتروحي معنا؟ ايه اكيد، ما بتعرفيني بموت على هيك مشاريع. ليكي مين رايح معنا؟ الماما وخي فادي. اوكي عظيم، لكن هي حالك بكره المساء. اوكي بركي بتلاقي حدا يكتشفك هونيك. يا رب. يا رب الله يسمع منك ولك من دمك لباب السما يا رب. ليكي بتعرفي انه انا حلمي اصلا صير عرض ازياء وامشي. ايه ماما، انا عند رهف بالبيت. في شيء؟ طيب طيب يلا يلا جاية. شوفي شوفي الفادي تعبان. يلا بشوفي. طيب احكيني وقولي لي شو بصير معي. يا ربي دخلك شو به؟ الصبح ما كان بشي. اجا محرور عم يهرق ويبرد، طلبت له الحكيم. ايه شو قال لك؟ ماشي عمل له ابرة تنزل الحرارة وبدنا ننطر لبكره. شغال والله انا شغال. عم بهلوس. اصلا ما في انا نفس بالمال. مسكت له ايده. شو؟ منيح مسكت له ايده؟ حبيبتي قلت لك عم بهلوس. شو الأخبار؟ الحمد لله نايم. والحرارة؟ نزلت. عقولك ليه صار معه هيك؟ حكيم قال لي تغيير طقس. طيب والحكي؟ عم بهلوس. كمان أنت وصغيرة كنت تعملي مثله، بس أنت قصاصيك بتفقع من الضحك كانت. عن جد؟ مثل شو مثلا؟ شو كنت أعمل؟ كنت تقولي إنه رفيقتي أخذت لي المحاية وهيدي الساندويتش اللي كنت أعطيك إياها على المدرسة مش طيبة، وإنه مرة صفقتيها كف للمعلمة على بوزة. فظيعة. بعدك مذكرة كل هالأخبار؟ والله ليش فكرتيني ختيارته بلش ضيع؟ لا حبيبتي بعدني بتذكرة كتير منيح. إنه لا بس ليه متفهمك، مش هيك قصدي يعني. ليكي قومي نحضر لنا لقمة ناكلها ما يتجوع. يلا حبيبي قومي. الو. بونسوار رجا. بونسوار كارلا. بعتذر اني عم دق لك بهذا الوقت. لا عادي، انا كده كده بنام متاخر. تلفنت اعتذر منك. على ايه؟ لاني ما رحت اليوم مع خيي فؤاد لعندك، انشغلت شوي مع الخدمه اللي عندي. مش مشكله، خير مالها شغله. حرام، عندها ديبريشن لانها بعيده عن اهلها وعائلتها وهيك، فرحنا تغدينا سوا ورحنا على السينما يعني قضيت النهار معه.
على الشغالة؟ ايه ليه مستغرب؟ انا بعتبرها وحده من العيله، بالاخير هي بشر مثلنا مثلها. لا مش قصدي، بس يا ريت كل الناس بتفكر زيك. قولي لي وراك ايه بكره؟ بكره؟ بعد ما شفت الاجنده، بس بعتقد بكره عندي زياره لجمعيه الاطفال المصابين بالتوحد. هول بالزيت نقطه ضعفي بالحياه. حلو جدا. تحب تيجي معايا؟ ايه بروح معك. من غير ما تعرفي انا رايح فين؟ انه معك بروح لاخر الدنيا. خلاص. لو بتحبي عروض الازياء جهزي نفسك على الساعه 8. اوكي اكيد. تصبحي على خير. سنين. دوشكا ليه ما غيرتي لها بيجامتها؟ بلا مخ. حياتي انت ما غيرت لك بيجامتك؟ ما غيرت لك بيجامتك الغبيه اللي هونيك؟ ما غيرت لك بيجامتك؟ بونجور. بونجور. كيف صرت؟ تمام. خبر انه امبارح بالليل كنت عم بتهلوس وهيك وتحكي خبريات؟ شو؟ مصيبة إذا حكيت شي عن اللي صار معي. ليه شو صار معك؟ لا لا ابدا، انا صار لازم اروح الجامعة. ايه؟ ما بدك تتروق؟ لا باكل هونيك. مع مين؟ مع هيدي اللي مسكت لك ايدك؟ باباي. مايا؟ فارس وينك؟ أنا هون بالصالة. شو عم تعمل بالصالة؟ يا الله على نغم، شو بدي يكون عم بعمل؟ عم بشرف على الترتيبات. لو أنا كمان بدي أنزل، عندي مليون شغلة بدي أسويها. يلا بخلص تركيب وبجي فورا. تركيب شو؟ تركيب الصوت. ليك فارس، معك نص ساعة لترد لي السيارة، نص ساعة وخمس دقايق بلغي كل شيء، مفهوم؟ وبعد شغلة كمان، شيك على المي والزيت قبل ما تدورها، أوكي؟ ميرسي. تقدري تروحي بدري النهارده عشان تلحقي تجهزي نفسك لحفلة عرض الأزياء. اوكي. مش وقته العرض ده، هيفوت عليا ماتش ريال مدريد وبرشلونة. بتعرف مع انه كنت حابة اليوم ضل بالبيت، في ماتش لريال وبرشا بياخد العقل، حموت لشوفه. ايه؟ هو انت بتحبي كورة؟ ايه شو بحب انا بموت بالكورة، من انا وصغيري بتابع فوتبول. بس هزعل منك جدا لو بتشجعي الريال. طب وبتشجعي مين؟ برشلونه ولا مدريد؟ اكيد برشا، ولو انه مدريد يعني ما بيسوى اصلا، ما بيعرفوا يلعبوا، وصلوا لهون بالواسطه. هو كده، هو كده يا مايا. وانت ما تقلي بتشجع برشا؟ طبعا برشا. بس انا ما كنتش متوقع ان احنا بنحب نفس الفريق. ويمكن يكون عنا اشياء مشتركه غير انه بنحب الفوتبول. حاسس الموضوع ده. بس انت قولي لي، مين بيعجبك اكتر، سواريز ولا نيمار؟ سواريز او نيمار؟ اثنيناتهم بصراحه، يعني اثنيناتهم منيح، الفريق بليهم ما بيسوى شيء. بس انا بصراحه حاسس ان انيستا مفيد اكتر للفريق. انيستا؟ انيستا. انيستا، انيستا بعرفه، انيستا كثير محترم، ابن عيلة، راقي راقي الزلمة. ابن عيلة؟ المعلومة دي ما أعرفهاش، بس أنا مش عايز أعطلك، أشوفك النهاردة بالليل إن شاء الله. أوكي. دوموزيل مايا. تفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. هاي. اهلا. ماما، خيي فادي،
صديقتي رهف. مسيو فارس ابن خالته لرجا والمسؤول عن الاجانس، صاحب الاجانس اللي مسؤول عن الدفيله. عرفنا قبل بمرة، بتتذكر؟ صح، بالمصنع. تشرفنا، تشرفنا مرة ثانية. رفيقتي رهف حلمها تصير موديل. نحن الحلم بصير عنا حقيقة. اتصلي في ساعة اللي بتريدي، والوكالة وصاحب الوكالة تحت أمرك. مرسي. مش بس الوكالة، كلنا تحت أمرك. شو هالصاروخ هيدا؟ مرحبا. نغم، نغم الحقيقة هي الجندي المجهود بالوكالة، بين 40 موظف عندي اياهم، الوحيدة اللي بتقوم بكل المسؤوليات، قصدي الموظفتين اللي عندي. فارس نحن صار لازم نفوت لجوا. 5 دقايق. لا الناس بلشت تفوت. ايه يلا بالاذن، ان شاء الله بتستمتعوا بالعرض. اذنك ماعزي. بتحكي لي كلمة على جناب؟ ايه ماما فوتوا انتوا، فادي يا فارس. اوكي يلا. شو قال عني؟ مين؟ فارس صاحب الاجانس، ما انت بتقري افكاره. ما قال شيء اصلا، ما فكر فيكي بالمره. لك كيف لك يا مايا، ما كان عم يطلع فيك كل الوقت. قال عنك انك بشعه وانك مسكسكه ومقرقده مثل ستيكه البليار، وقال اذا امه بتصير عارضه ازياء انت بتصيري. لك شو قصتك زعلتي عن جد؟ انك هبله. طار عقله فيكي وقال انك صاروخ. حلفي. طب قال شنو هالصاروخ؟ توماهوك. كيفي كيفي. ليكي جاي رجاء؟ ايه اكيد جاي. كثير طالعه حلوه هيك. هلا جوا خليكي كلاس. اجا اجا رجاء. مين هيدا اللي معه؟ مين هيدا اللي معه؟ ما بعرف. مخنوقة، إذا بدك كملي أنت. لا لا لحظة. شو بك يا حبيبي؟ ماما أنا لازم أمشي. خلص. لك ما فاهميني لوين رايحة؟
بدي شم شوية هوا. طيب منشم شوية هوا بس نرجع نفوت على الفاشن شو. لا بدي روح على البيت خلاص. أنا بعرف ليه أنت معصبة. أنت معصبة من ساعة ما شفت هيدي البنت مع رجا. ليه بدي أعصب يعني؟ أصلاً ليه يعني إنه أنا شو دخلني فيها؟ وأنا أصلاً شو بالنسبة لإله؟ شقفة موظفة. قرب النار الغير. بس رعف. أنت شكلك بلشت تنهرمي برجا. مايا. هو في حاجة؟ لا ولا شيء بس أنا هيك دهرت لأنه تعبت شوي. عايزاني أوديك للدكتور؟ لا 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 ما تحسب حالك صرت أحسن. أنت رجع لضيوفك. أصلاً نحن طلعنا لنشرب هيك شيء مسقع ونغير جو بس رجعين فايتين على الفاشن شو. وإحنا مش تقابلنا قبل كده؟ رهف رهف شفتك بدار الأيتام من كم يوم تذكرتني الموديل وقت. طبعا انا سعيد جدا اني شفتك تاني. شكرا. رجاء. باردون. بونسوار. بونسوار. خير ليش تركت الشو وظهرت؟ مايا سكرتيرة الشركه ورهف صديقتها. كارلا رفيقتي. تشرفنا. ذوقك كثير حلو بالتنقايه. ميرسي كلك ذوق. شو نرجع؟ اكيد انا بس كنت عايزه اطمن ان مايا اوكي. سلامتك. رجا قلبه كبير وبحب كل الموظفين اللي عنده وهيدا الشيء اللي عجبني فيه كثير. مش هيك بيبي؟ ايه ده؟ كان ناقص تبوسني. ايه اللي حرك ده؟ انا ما بدي احرجكم يعني انه انا هيك دخت شوي لازم روح بالاذن. الله مايك سلامتك تبعي على حالك. مايا مايا انتظري شوي. باي مايا. يلا نرجع. تفضل. ميرسي. شو بدك ضلك ساكتة هيك؟ شو بدي احكي؟ انه على اللي صار. ما صار شي حتى نحكي فيه. كل الموضوع انه موضوع انك غرتي على رجا. وليه بدي غار عليه؟ هيدا السؤال بدك تسألي لنفسك. ليك حياتي انا ماني جاي احقق معك، يعني انت حره ما تخبريني وحره تخبريني. فيك تخبي مشاعرك بس بينت انك غرت عليه من هيدي المره اللي كانت معه. بصراحة ما عندي أجوبة على أسئلتك. أنا مش عارفة ليه تصرفت هيك. مش عارفة ليش اتضايقت وفليت، ما بعرف. غرمت فيه. إنه مهتمة فيه هي كل القصة. هودي علامات أول بداية الحب. بلا فلسفتك هلأ. خلي إجريكي على الأرض. كل القصة إني خبرتك شو حاصلة. إيه بس. بعد في امل صديقتي. امل بشو؟ انه مبينه هيدي المره حيض الاحاره على رجا، مبينه هيك ثقيله يعني. هو ما كثير مهتم فيها. يمكن تتهنى بحبك، يمكن ما تتهنى. كثير صوتك حلو. ثانك يو. عيد مبروك فارس. لك مبروك لأنا، مبروك لأنا، شكرا كثير. حشوف. شكرا، شكرا نغم على كل شيء، على كل شيء. لا أنا عملت هيك لأنه بحب شغلي. طيب، وين بدنا نحتفل الليلة؟ حسب الاحتفال اللي عم بتفكر فيه. شو بدنا نعمل؟ نروح على شي محل، نشرب لنا كاس، بنرقص، بنولعها. روح ولعها لحالك مع الصبايا، أنا رح أبقى لحالي بالبيت. ما بتزهق ضلك بالبيت لحالي؟ لا ما بزهق، تعودت. وقت أخذت قرار أترك أستراليا وأهلي وأجي لهون. كيف بده يكون عندي حياة جديدة وأصحاب؟ بس هيدا الشيء ما صار، بالعكس عم بحس حالي هون بالغربة أكثر من هونيك، على القليلة هونيك أهلي حتى. يا عمي ما من إيدي، يا هو عم بعرض عليك نروح نسهر مع بعض، بدك تبقي بالبيت لحالي. بخاف. بتخافي من شو؟ بخاف من كل شيء، من حالي. ما تقولي بتخافي مني كمان. أنت ما لك ذنب. شو قصدي؟ فارس، أنت مثل النار، بتعطينا ضوء ودفى كل ما نكون بعد عنا. بس لما نقرب منا تحرقنا. ما بدي أعكر عليك الفرحة، روح أنت سهر
وجود نايت. جود نايت. بتحب وصلك بسيارتي؟ مش عم لاقي تفسير للي صار. عندي إحساس بالعجز عن فهم أي شيء. اليوم اكتشفت إنه قراءة الأفكار ما بتكفي لحتى أعرف وأكتشف الأشخاص اللي حولي. لازم أقرأ القلوب، ترجم الأحاسيس والمشاعر. أفكار عبارة عن كلمات ومفردات مرتبة بطريقة معينة، بس المشاعر والأحاسيس شيء أكبر من الكلام وأكبر من لغات العالم كلها. هي عبارة عن شفرة صعب إنه الواحد يقدر يفك رموزها. رومانتيكا بتقلكن إنه مخزن الأسرار الحقيقي هو بالقلب مش بالعقل. تصبحوا على خير. مايا، بونجور. بونجور. عاملة إيه النهاردة؟ أحسن؟ الحمد لله. وأنت كيف قضيت سهرتك؟ كيف كانت امبارح؟ عادي، خلصنا العرض وبعدين رحنا تعشينا في مطعم صيني. مهضومة البنت اللي كانت معك؟ كارلا؟ آه، مهضومة. وأكتر حاجة مهضومة فيها فتحة الفستان اللي كانت لابساه. كيف؟ نعم، في إيه؟ إنه كيف تعرفت عليها؟ واضح إنه بتعرفوا بعض من زمان. لا، مش من زمان. هي أخت فؤاد شاهين، قابلتها في حفلة ودي أول مرة نسهر مع بعض. أنا ليه ببرر كل حاجة أصلاً؟ حاسس نفسي زي التلميذ مع الأستاذة بتاعته. سوري. أيوه، ما فيه. سوري، يعني أنا مش بالعادة بتدخل، بس إنه هيك الحديث جر بعضه. سيبك عارف. بتشرب قهوة؟ يا ريت، أنا حاسس نفسي لسه نايم من كتر ما شربنا في السهرة. خمس دقايق أحلى كاس فنجان قهوة. جهزي نفسك، بعد ساعتين هروح نستلم المصنع الجديد.